بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تك رفيكسر. اليوم سوف نقوم بشرح مسارات الشحن ومسارات الداتا بالنسبة للطابلات سامسونج SM-T510. كما ترون SM-T510 هذه الطابلات الخاصة بسامسونج، سوف نقوم بالبحث عنها. SM-T510 GSM أرينا. على فكرة هذا الموقع هو يعطيك، يمكنك البحث عن جميع الخصائص مثلا للهاتف أو طابلات عن طريق هذا الموقع. إذا فهي الطابلات سامسونج جالاكسي تاب أ 10 بوس، إصدارها 2019. نعود إلى مخطط. إذن كما ترون فهذا هو المخطط الخاص بالداتا والشارج، كما ترون هنا شارج أند داتا. إذن على بركة الله كما ترون هذا هو الكونكتور الخاص الذي يقوم بجلب الشحنة الموجبة. كما ترون باللون الأحمر فهو الفيباس، فيباس إن يعني الشحنة الموجبة التي تدخل إلى اللوحة الأم. وهذين اللونين الآخرين اللون الأصفر والأخضر فهم خاصين بالداتا. بالنسبة للأصفر هو الداتا نيجاتيف، وبالنسبة للأخضر فهو الداتا بوزيتيف، الأصفر داتا نيجاتيف. سوف نتتبع مسار الشحنة الموجبة وهي الفيباس. بالنسبة للسالب فهو يوجد دائما على البوردة، السالب في الماء فهو يكون كثير على البوردة. نتتبع مسارات الموجب. إذن الفيباس فهو يدخل من هنا ثم يأتي إلى هذا المكان هنا، يمر عبر هذين المقاومتين إلى هذا المكثف كما ترون، ثم يدخل إلى هذا الآي سي، آي سي الشحن كما ترون، ثم يخرج من هنا ويذهب إلى هذا المكثف عبر هذه المقاومة إلى هذا المكثف، ثم يدخل إلى هذا الآي سي، الآي سي الرئيسي. ومن الآي سي الرئيسي كما ترون هناك الكثير من أو العديد من المسارات التي تخرج من هذا الآي سي، منها الفيبات، هذا الفيباس، ثم يدخل إلى آي سي الشحن الرئيسي، ثم يخرج الفيبات، الفيبات وهو هذا الأحمر الداكنشن يعني الفي باتري كما ترون، يخرج من هذه النقطة ثم يمر عبر هذا المكتف إلى هنا لهذه المقاومة، ثم إلى هذا المكتف عبر هذا المكتف إلى هنا، ثم يذهب إلى كونكتور البطارية وإلى الكونكتور الموجب من البطارية. أما بالنسبة لمسارات الداتا كما ترون فهي بهذه الأرجل من كونكتور الشحن، فهي تذهب إلى هذه النقط الموجودة هنا، عفوا فهي تذهب إلى هذه النقطة. بالنسبة للنيجاتيف فهو يمر عبر هذه النقطة إلى هذه النقطة، ثم يدخل إلى الآي سي الرئيسي. وكذلك بالنسبة للبوزيتيف فهو يمر عبر هذه النقط ويدخل إلى الآي سي، ثم يخرج من الآي سي، يخرج من الآي سي يو اس بي داتا بوزيتيف دي بي و دي تي ان، ثم يذهب إلى كما ترون نتتبع المسارات، يذهب إلى البروسيسور، ثم إلى البروسيسور. هذا مسار داتا. أما هذا المسار فهو الخاص ب في بي اتش باور، فهو من هذه النقطة وهذه النقطة يمران عبر هذا المكتف ويلتقيان هنا، ثم يذهب إلى آي سي باور. إذن هذا كل شيء بالنسبة لمسارات الشحن والداتا الخاصين بطابلات T510 يعني سامسونج تاب A10. شكرا، أتمنى أن يفيدكم هذا الشرح، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.